سوق الجمعة اللي بيتباع فيه أنتيكات وحاجات قديمة وحيوانات فأقفاص بقى بيتباع فيه بني أدمين. بنت معروضة للبيع قاعدة في قفص معدن كبير في سوق شعبي، القفص مقفول عليها من كل اتجاه، وهي قاعدة هادية تبص على اللي رايح واللي جاي، ومفيش قدامها لا أكل ولا شرب. البنت صعبت على اللي رايح واللي جاي، وبدأ يقربوا منها ويحاولوا يشربوها أو يدولها أكل، وبقوا يسألوا نفسهم ازاي بنت معروضة للبيع في قفص؟ ايه قصة البنت دي وليه اهلها عرضوها للبيع؟ هنقول لك الحكاية كلها. الحكاية ان البنت دي هي الفنانة التشكيلية سماح حمدي، اللي كل فترة تفاجئنا بتصرف جديد يعبر عن قضية مجتمعية هي مقتنعة بيها وبتحاول تعبر عنها بطرق جديدة. وقررت الفنانة سماح حمدي المرة دي انها تفاجئ الكل وتمثل فكرتها في مكان شعبي عشان الناس كلها من كل الفئات تشوفها. تنفيذ الفكرة ضمن فعاليات المعرض العام المصري في دورته الـ 44 القائم دلوقتي، وبيقدم إبداعات مميزة لكل فنان مشارك فيه مع تنوع كبير في أفكار الفنانين والخامات والأساليب وكمان المدارس. في قصر الفنون ملحق واحد في دار الأوبرا المصرية في عمل مركب للفنانة سماح حمدي بعنوان عالق، وده واحد من الأعمال اللي جذبت زوار المعرض. مكتوب على الباب ادخل هنا بمفردك، الدخول هنا على مسؤوليتك. قبل ما عالق يبان في المعرض القومي ويوصل لقصر الفنون كان ليه قصة ورحلة. مركزها سوق الجمعة في منطقة السيدة عائشة. الفنانة سماح حمدي قررت تقعد في قفص زي الحيوانات اللي بيتعرضوا ويتباعوا في السوق، وبحسب تصريحات الإعلامية قالت أنا لما بكون في سوق الجمعة بشعر إن اللي بيحصل ده وحش جدا عشان طريقة معاملة الحيوانات، ومرة كنت هناك وقتها وشعرت إن ده أنا لسه في قفص زيهم، بيبقى الواحد زي الست اللي بتعيش تحت نظام السيطرة من الناس، أي قفص أي حاجة بتحبس الواحد جواها. وقالت إنها دايما بتحس إنها متحوطة بالقفص طول الوقت، ولما راحت سوق الجمعة شعرت إنها جوا واحد منهم، وقالت أنا اللي في القفص ده، وانا عارفة ان ده مش شعور بس عندي انا، ده شعور كتير من الناس بيعيشوه. فطول الوقت الواحد بيقدر يحس انه محبوس في حاجة او بيعاني او بيتنازع في حاجة ومش سهل يخرج منها. قررت تنفيذ فكرتها في سوق الجمعة لانها ضد التمثيل والشيء المزيف او الغير الصادق، لانه بيكون غير مرتبط بالناس بالشكل اللي الناس بتتمناه. لكن اللي بيحصل في النوع ده من المشاهد والاداء الحي هو ان الناس وقفت وتفاعلت وكان عندها تساؤلات كتيرة. وقالت انها ضد التمثيل لان تأثيره محدود وده مش الشكل الفن اللي هي بتقدمه. انا بروح للمكان اللي عايزاه واكون زي ما انا حقيقية بدون تمثيل او اختلاق لاي شيء. ما كانش عندي اي توقعات قبل ما انزل للسوق، وردود افعال الناس هي اللي عملت الحدث. وتفاجئت كمان ان القفص اللي جابوه مش سهل الفتح، وده ساعد في الفكرة. كمان فاجئها ردود افعال الناس وكانوا بيجوا يدخلوا كلاب مش عارفة اذا كانوا اليفة ولا لا، وكمان الاطفال كانوا بيلعبوا معاها، وكان معاها اكتر من واحد بس كانوا بيصوروا من بعيد بشكل خفي. واكتر حاجة زعلت البياعين هي ان الناس اتجمعت حوالين القفص لانه كان مضيق عليهم بيع بضاعتهم، وكانت بتتكلم في اوقات قليلة جدا لانه الاطفال كانوا شايفين الموضوع كأنه لعبة، وكان عندهم خيال واسع. جابوا لها مية وبسكوت وبدأوا يدخلوا القفص عشان يتصوروا معاها. اما الكبار فكان عندهم احساس بالصدمة واسئلة زي هي للبيع؟ طب سعرها كام؟ طب هي بتعرف تعمل ايه؟ وبدأ البعض في التطوع بإعلان أسعار زي مثلاً 25,000 جنيه، وواحد اتضايق من ارتفاع السعر. المشهد الأول اللي قدمته في الشارع هو فن أداء حي، وهو ده اللي بتشتغل عليه للفاصل بين الفن والحياة، لأن المشروع هو عمل فني وتجربة إنسانية. لكن دي مش أول مرة تثير الجدل بفكرة الناس تصدق إنها حقيقية. في البداية ظهرت وهي شايلة لافتة بتقول إنها مش هتقبل تتقيد بقوالب المجتمع، بعد كده راحت حديقة الحيوان تدور على إنسانية الإنسان اللي اختفت، وبعدها ظهرت مصلوبة علشان تكشف عن أسود السلطة عليهم وعلى الناس. الفنانة التشكيلية سماح حمدي كانت في قفص في السيدة عائشة، وبتقول انها هتظهر في اشكال تانية تزعجهم غير مشروعها ذات الرداء الابيض اللي ظهرت بيه بفستان ابيض في الشوارع.